مساء الخير. كل هالوجود الحلو، كل هالشباب المتحمسين المليانين أفكار، كليتهم موجودين لحتى يشعلوا ضوء لهالصورة، وإن شاء الله يا رب الله بيكتب لنا الخير وبتتعافى بلدنا ومنشوف أفكارهم هالشباب الحلوين أكثر وأكثر. شوفتهم خلتني اتمسك بالموضوع اكثر، لانه كليتنا بدنا نضوي شموع مو شمعه واحده لحتى ننور سوريا. بتمنى من كل هالشباب الموجودين كل واحد منهم يقول لا وميت لا، ويفتحوا عيونهم اذانهم ويتمردوا ويقولوا لا للمخدرات بكل اشكالها، المحقون، المشموم، المدخن، وحتى المسموع. حتى هاي الأمور ما بدنا شبابنا يتعرضوا إلها. ليش نقيت هالعنوان؟ لأنه عدوان كبير علينا بكل الأشكال، وأهم شيء إنه يموتوا العقل. موتة الإنسان أهون بكتير من إنه ينقتل عقله، فهذا الموضوع مهم كتير لأنه بدنا ننقذ أهم ناس عنا وهن الشباب. مين المستهدف؟ شبابنا. طبعاً تسألوا حالكم ليش هالموضوع بحياتها سوريا ما كانت بؤرة، كانت ممر يمكن، معبر وما لا مستقر، بس هلأ شفت إنه صارت عنا مستقر، صار عنا بؤر، صار عنا أماكن، صار عنا محلات بيقولوا هاي فيها مخدرات وهي فيها بيع وهي فيها تجارة، أشياء مو مألوفة بالنسبة لنا أبداً، بس صار بدنا نسمعها ونقاومها ونفكر كيف بدنا ننظف بلدنا منها. أنا أغلب هالشباب الموجودين مروا على إيدي، فكيف إذا زرع الواحد زهرة صغيرة وسقاها وكبرت وطلعت وردة قدامه يشوف حدا عم بيدمرها أو يحط فوأكاز أو مازوت، ولو إنه مو موجود لا بس بجوز يحط مواد أخرى يقتلها، بس على كل الأحوال لو شو من كان أبطأ إذا عنده بخاف عليها، فكيف إذا ولده؟ وهدول كلهم أولادي بالنسبة لي، رعيناها لتكبر وتتفوق وتعطينا مستقبل مضيء. مستقبلنا كتير صعب، نحن بأحلك الأوقات، وهالشباب هن الضوء تبعنا، هن اللي خلونا هلأ اليوم نشعر بنشوة، نشعر بسعادة، لأنه شايفينهم عم يفتلوا بآمال، بأفكار، بأشياء حلوة كتير، ما خطر لنا أنه لسه في حدا عنده ذرة أمل بهالعتمة اللي نحن فيها. سؤالي كتير واضح، عنا أساتذة ومدرسين ومن كل حوض جابوا زهرة لتحكي مشان سوريا. عم تفوت المخدرات علينا مثل الحية السامة شوي شوي، لحتى هلأ عم نشعر بسمة عم تغزو مجتمعاتنا، بيوتنا، مدارسنا، كل قرني. الوقائع تبعنا حرب المخدرات تفاقمت، صارت واضحة للقاسي والداني، هي حرب عصابات منظمة، هي والجريمة المنظمة لها ارتباطات أمنية سياسية استعمارية، شو ما بدنا فينا نقول، لأنها فعلا تخدم غايات عظمى، وهالغايات مو لمصلحتنا أكيد، وفينا نقول إنه هن ظرف واحد مجموع سوا لحتى يدمر العالم ويخدم ناس بس محددين مو كليتنا. وهي بقى حرب ضروس، الإعلام ما بيتناولها أبدا، بس بيتناولوا إذا انفجرت قذيفة ومات فيها كذا شخص، بس كذا روح عم تزهق بالمخدرات ما حدا بيعدهم هدول، وكام شاب صغير عم ياخد بقلب سيجارة وبقلب سكرة وبقلب شيء المخدرات وبكاسة شاي وإلى آخره من هالمواد اللي نحن مندري أو لا ندري، وأحياناً منتكتم وأحياناً منخبي، بس هي أكثر من الحرب اللي عم تروح البشر. أعوان هالثالوث الخطر كتير سهلة وبمتناول إيدينا، وسائل الاتصال هلأ بيطلبوا الطلبية تاني يوم بتكون عندهم، طيارات وسيارات وتليفونات وموبايلات وكل الأشياء اللي ممكن تخطر لها. الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار من أهم الشغلات، لأنه الحكومة مغمضة والأطعم يلعب وهكذا، هيك بيصير فينا الأطماع بالمنطقة، المنطقة ككل ونحن بالذات سوريا كشيء من هالموضوع، لأن على خطوط الاتصال والحركة وكل شيء. وبعدين هي كانت ممنعة بس هلأ مريضة بكل أشكالها. أصحاب هالبلاد صارت مستهدفة، الواعي منهم، الغبي ما حدا سائل فيه
بيدوسوا عليه وبيمشوا. الأنفس الضعيفة الحاقدة هن اللي بيمرروا، هن اللي بيساعدوا، وما أكثرهم. بمرضنا الحالي اكتشفنا مين اللي أضعف ومين اللي أقوى. المستهدفين أغلى شيء بملكه الوطن هو الشباب. الشباب على كتافه بيبني، على كتافه بيعمر، هو الأمل، هو كل شيء. نحن مين بده يدور علينا؟ مشي حالنا. بس الشباب هن القوة المستهدفة. بقى بدهم يقولوا كلهم لا للمخدرات، لأنه حاجتنا نوم وخدر وغفلة وتخلف أمنا. هالنور يلي جواتكم، يلي نحن اطلعنا على جزء منه، هذا اللي عم يحاولوا يطفوه. وصدقوا ما في أصعب من منظر الشاب وهو عم يتشحوط بالأراضي، وهو نص خدر وعيونه بالكاد تتفتح، لا بيفهم شو بيقول ولا بيفهم شو بينعمل فيه. هدول يلي بالدنيانا نصير هيك، مو نحنا، شبابنا. فهالشاب اللي دمرنا مخه ما بقى له قيمة لا علينا ولا على غيرنا. دافعوا عن وجودكم، دافعوا عن حياتكم. هالمناطق اللي عم بيصير فيها هالقتال وهالإجرام وهالشغلات، وأكيد إذا فكرنا بمنطق سوي بنعرف إنه مو ممكن لهالجرائم اللي عم بتصير تصير واحد في عقل. إذا كان عنده عقل ومنطق لا يمكن يساوي هالأشياء، بده يكون في معها شوية تحشيش، شوية مخدرات، شوية أدوية، لحتى يصير في عنده يوفوريا، يصير عنده شيء من الخبل اللي ماله ويشعر بالعظمة، لحتى يقدر يقوم بهيك أفعال جنونية. وهذا اللي عم بيصير. يعني نحن منطلع منقول مو منطق، مو معقول، بس شوفوا هالشي بيترافق مع هالشي. وهذا نذكر بالحرب الصينية والحرب اليابانية وكل حروب العالم. نحن مو أول ولا آخر بلاد بيصير فيها حروب وتستعمل المخدرات جزء من الترويج لها. وين وكيف؟ جنود إبليس موجودين بكل مكان، على أبواب المدارس وعلى أبواب المطاعم وعلى أبواب الحدائق العامة، في كل مكان موجود له زلم وأعوان. المهم نحن نكون أوايا، نقدر نصد هالجيش اللي جاي علينا. فوق داعش كمان إبليس. نتائج هالمشكلة هاي، طبعاً أول شيء منفكر بأنه المال بده ينهدر، بدهم يشتروا ويزيدوا، يشتروا ويزيدوا. فقدان الحكمة، فقدان النباهة، فقدان الفكر السديد، هذا أكثر شيء عم نلاحظه أنه بقلب هالمجموعات اللي نحن شكينا فيها. وشوفوا دور العلاج ممتلئة من الشباب، هدول الشباب اللي سلموا حالهم لحتى يتعالجوا، اللي أهلهم أخذوهم ليتعالجوا. وفي أكثر بكثير بكثير مما منظن. يعني أنا بتفاجأ من الأرقام. طبعاً بينتج كمان فساد التدبير، ما بيعود في أسس، ما بيعود في قواعد أخلاقية، بيضر الصحة الخاصة، بيضر حاله، يصطفل، ينهجر. لكن المشكلة إنه بينقل أمراض للمجتمع. بيجي التهاب الكبد، بما أنه عمل أزمة التهاب الكبد، بينقل التهاب الكبد، الأمراض المنتقلة بالجنس، بينقل كتير أمراض للمجتمع اللي هو بالأساس صحيح صار مجتمع مريض. فقدان الرجولة، يفقد الرجولة وقيمتها، ما بيعود في عندهم حس بكونه رجل أو امرأة أو أي شيء. وأهم من كل هالشيء بيصير هالشخص عالي على المجتمع، وإذا ازدادوا العدد صار المجتمع كله على عالي على كله، وهذا أقصى شيء بنقدر نتحمله. إذا راحت الأخلاق، صلوا من القرن الماضي الشعراء حكوا بالأخلاق، إنما الأخلاق وما بقيت، إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذابت أخلاقهم ذابوا. وأشياء كثيرة عن الأخلاق. ولما بيروح الخدر، بيروح الفكر، بيروح المنطق، بتروح الأخلاق وبيروح كل شيء. فنحن بدنا نوعى لأنفسنا وننتبه على أولادنا. شو العوامل المؤهبة؟ كمان موجودة العوامل المؤهبة. في عوامل شخصية، ناس مرضى عفانا الله من مرضهم، ضعاف بالشخصية، ضعاف بالنفوس، مرضى ممكن يدمنوا وتزداد إدمانهم، هدول منقول مرضى. بس في أصدقاء سوء بيجروا الأولاد، بيجروا الشباب لتجربة ومن ثم إدمان. حالات اليأس والإحباط من الحالات الاجتماعية والسياسية والأمور، ونحن هلأ فيها. يعني هلأ اللي عنده شوية ضعف بالنفس بيروح بحشيش، بيروح بياخذ له شيء شغله تخدره. نحن هاي الاحوال يلي بدنا كليتنا نكون متنبهين انه هذا مرض وارد يحصل، مو حاله هيك عاديه، مو والله ارجيله اخذها، هذا شيء مدمر.
فلذلك بدنا ننتبه بهالظروف. الأسر المفككة، نحن هلأ عنا أعلى نسبة طلاقة، وبيجوز كتير السبب التوتر الاجتماعي، ما بقى في تحمل، ما في تولرنس، خفت الأخلاق وخف الدين، ما بقى في مراجع لا أخلاقية ولا أسرية، صار في طلاقات. الأولاد بهيك أسرة مفككة بيضيع الرقيب، بيدمنوا، بيروحوا بالإدمان. فهذا كتير كتير مهم، غياب القدوة. القدوة بالمنزل هي الأسرة. أول شيء سعوا لتفكيكه، بأمريكا اليهود سعوا لتفكيك الأسرة. الأسرة هي أقوى شيء بيملكه الواحد، لأنه هي الأسرة اللي بتراقب وبتربي وبتعلم وبتزرع، بتحط الحب بالقلب وتحط الكره بالقلب، اللي بنزرعه بنلاقي. فنحن علينا نرعى الأسرة من الأساس. ما فيها أسرة تقول إنه والله ابنه شرد، إيه معليش، نحن ما في عنا معليش. لما أسرة مضبوطة قويمة، شرد بتشده مثل القطيع، بترجعه وبترصه وبتركزه لحتى يكون جزء من هاللمة هي اللي هي اسمها الأسرة. هي الأسرة اللي عنا تفككت، وبدنا نسعى لإعادة الربط. بالمرحلة الأولى لما بيكون الولد طفل صغير، ما في غير الأسرة قدام منه، هي بتربي وهي بتعلم وهي بتثقف وهي بتعلمه الحب، بتعلمه الوطن، بتعلمه الأرض، بتعلمه الارتباط، هي هي أسرته. بالمرحلة الثانية ما حدا له تأثير عليه غير أمه وأبوه، يعني عيلته. بالمرحلة الثانية مهما كنا أقوياء، الصديق أكثر منا. رفيقه بالمدرسة بيعلمه كلمتين رزلة بيجي بيقولهم دغري. فلذلك نحن علينا ننتقي حتى لأولادنا بهالمرحلة الصديق المنيح، عسى الله يبعث لنا اياهم بطريق أولادنا. المهم ابن خلدون شو قال بمقدمته الشهيرة؟ قال إن الدول ترقى وتنحط بقدر ما تكون الأسر فيها قوية أو ضعيفة. من هداك الوقت عما يحكي بالأسرة، نحن أحوج ما نكون لأسر صالحة، لتربية صالحة. أعدائنا اليوم بحربهم ضدنا بيفوتوا دغري على الأسرة. للأم روحي اشتغلي، اتركي، أنت أسيرة، أنت هلأ قاعدة محكومة. خدمة الأم لبيتها، تعليمها، تربيتها، هي أخدس شيء بتقدر تعمله، أبداً ما لخدامي. هي ست الكل، لأنه هي عم تزرع بهالولاد بحبي، عم يجي الولد متشوق لبيته لأنه أمه موجودة فيه. أنا مالي ضد العمل، أنا بس ضد أنه الواحد يهمل البيت. البيت هو رقم واحد، وبعد منه بيجي كل شيء، بس أساس شيء الأسرة والأولاد. أنا بس هلأ عم بستصرخ الآباء والأمهات، وينكم؟ موجزة. أنا ما عم بأسر حرية الشباب أنه لازم يتراقبوا، لأنه الشاب مهما بلغ من خبرة مو مثل خبرة أهله. فلما الأهل بيقولوا أنت وين كنتي وأنت وين كنت، مو معناتها أسر حريته. وطبعا في تفهم وفي تعقل وفي إدراك لطريقة الحوار. نحن هلأ بعصر في حوار، ما في خوار، ما في عياط، ما في زعويت، ما في سيطرة مطلقة متشبسة. في شيء اسمه مناقشة للوضع، بس إيه أكيد أكيد لازم الأهل كلهم السلطة الأولى والأخيرة على تحركات أولادهم، يعرفوا وين راحوا، يعرفوا وين إجوا. ما بيصير ولد يغيب يومين ثلاثة والله زاير عند رفيقه، ولو زاير كل يوم كل يوم لازم في تقرير، وين رحت وين جيت وشو أكلت وشو شربت وشو عملت، لأنه بهذه الطريقة بيشزوا الأولاد وبيشتوا وبيروحوا وبيجوا وبيضيعوا منا أولادنا اللي نحن تعبنا لحتى شفناهم. فهي أهم شيء طريقة حديث الأهل مع الأولاد، هذا جزء من الثقافة، الحوار. ليش؟ كلمة ليش؟ كتير كلمة ليش مهمة. هو بيقول لي ليش وأنا بقول له ليش، ونحن اثنين بنفسر لبعضنا شو معنات ليش. لا هي سيطرة ولا هي تشبث، بس هي معرفة، وهذا بيعطي الولد خبرة أكثر، بيعطيه أفكار. أنا شو عم فكر؟ أنا ما بدي أسره، بس أنا بدي أعطيه شو في مثلاً برا بالخارج شغلات ممكن تأذي، لازم يطلع عليهم. شو الحلول؟ بدنا نرجع للأسرة من أول وجديد. القدوة الصالحة جوا البيت وبرات البيت، الجيران، الأسرة، المدرس. قديش في عنا كان معلمين قدوات ومشهورين، بلشت تتخف القصة. الأساتذة ما عاد لهم الرغبة ولا الحب مثل أول بالتعليم. هلأ بلشت ترجع الرغبات والاحترام. لما الأستاذ فقد احترامه بالصف، ما عاد له رغبة يعلم الطلاب،
لازم يرجع الطالب يحترم يحني راسه لأستاذه حتى الأستاذ يكون عنده المقدرة على العطاء مثل أب لأولاده. بس إذا الولد قليل أدب وبده يتطاول كحرية وهذا ما له حرية، هذا اسمه قلة تربية وقلة أدب وتخريب للمجتمع. لما الأهل بيتناقضوا بالقول، يعني لما بيكونوا بوشين قدام أولادهم بيعطوا الأولاد شعور بعدم الثقة. أنا ذكرت أنه إذا مرينا على الحاجز وشو ما قلنا له للشاب هنيك حبيبي ويعطيك العافية، وبعد شوي طلعنا زحلنا عنه ليقطع عمره ما غلظه، فهذا الولد اللي قاعد معك بالسيارة بيقول أنه أبي ما أنه صادقة أو أمي ما أنا صادقة بوشين وبلسانين. وهذا كتير لازم نضبط نفسنا لما نحن بدنا يكون نتصرف غير اللي نحن شاعرين فيه، وهذا لازم ما يكون كتير ونكون صادقين مع حالنا، بس مو معناتها نقوم ضايجين على كل حاجز عاملين مشكلة. مهم المساواة والعدل بين الأبناء بالأسرة الواحدة، لازم يكون الواحد عادل مع أنه هذا مطيع وهذا غير مطيع. بالقلب كل واحد شعوره شكل، بس بالمعاملة لازم يكونوا الأولاد سواسية حتى ما يصير نقمة وكره وحقد في المنزل. الولد لازم يتربى على أسس دينية صحيحة، مو متلبسة بس تفهم الدين الحق مهما كان الدين ومهما كان الانتماء، بس لازم يعرف ربه دينه مجتمعه لحتى يكون إنسان صالح. لازم نكشف المتعاطين ما نتعاطف معهم، لما في ما يعلى أمه معليش غلط ما غلط، ما في يعلى أمه معليش غلط ما غلط، لازم دغري يتبلغ عنه، نلجأ للمساعدة المبكرة لأنه فيها إنقاذ لها الولد ولعائلته ولمجتمع. هذا واجب الأهل والمدرسة. إذا المدرسة كشفت كشف مبكر إنه هذا الولد سلوكه غلط، لسه ما عرفوا إنه في شيء أو لا، حركته غلط، نومه بالصف، غيابه ما له طبيعي، لازم دغري يلتفت نظرهم، يخبروا الأهل ويخبروا المدرسة والمشرفة الاجتماعية. كتير مهم نحن كأهل إذا قالوا لنا إنه الولد عم ينام بالصف نحن كمان نهتم، ليش ابننا عم بينام بالصف؟ ليش الولد عم يغمض عيونه ويبقى نص غايب؟ في مشكلة لازم نشوف، تغير سلوكه، رافق ناس جداد. كمان نحن ما بيصير نكون كأهل مغمضين نص عين، ما حدا يمس أولادنا، ما حدا يحكي عنهم ولا كلمة، لأنه هذا خطأ كبير. نحن أول ناقد للأولاد، لازم أولادنا نحن نشوفهم قبل ما حدا يجي إلنا إنه فيهم غلط لحتى نقدر نحميهم من أنفسهم على الأقل. وطبعا في حدود بين الحرية وبين الأسر، الحرية إلى حدود ما بتمس الآخرين ولا بتتجاوز حدود الأدب مهما كانت العلاقة مفتوحة. الأم ما بيصير ناديلها باسمها لأنه هي أم وأنا ولد، المفروض إنه يكون دائما في حدود ولو إنها خفيفة، بس في حدود لحتى الولد يتعلم إنه أنا ما بتجاوز حدودي هون، وبالمدرسة ما بتجاوز، وبالشارع ما بتجاوز، وبالتالي بتصير آداب عامة. لما أنا بسمح بقلة الأدب معي بالبيت صارت قلة الأدب عامة، إذا أنا أمي بتطاول عليها معناتها بتطاول على البشرية برا، وهذا سلوك اجتماعي عم نشوفه. يعني دقيقتين بالشارع بصير السب للسماء، وهذا خطأ تربوي من عنا. المهم كيف بدهم يحصنوا نفسهم هالشباب؟ هني صاروا هلأ بيشوفوا الصح من الخطأ، ويمكن صار عندهم خبرات أكثر بالظروف الراهنة، فلذلك عليهم أنه يحصنوا أنفسهم، ينتبهوا بإيمانهم بتصميمهم على حفظ وطنهم على الأقل، لأنه لما بيحافظوا على أنفسهم حافظوا على مجتمع كامل، وبالتالي حمينا مجتمعنا من التدمير. دور الإعلام، أول شيء وسائل الإعلام كثيرة، وطبعاً كليتكم تعرفوا هو سلاح نافذ، هو ضيف غليظ. التلفزيون فات للبيت كضيف وصار من سكان البيت، هو الأساس ونحن فرع. التلفزيون شغال عمال على بطال، بجوز الغرفة فاضية بس التلفزيون شغال، وطبعاً عم ينفذ سموم وعم ينفذ معلومات. الواحد بيختار يلي بده إياه، بس بيقدر بهالسلاح يفوتوا لمخنا أي معلومة بيريدوها على التكرار. إذا ما قلنا أول مرة قلت والله مو معقولة، تاني مرة عادوا قلت لح أفكر فيها، ثالث مرة بتقول والله صح، لك عم تنعاد كتير معناتها صح، فبصير بالإجبار والإكراه بتفوت معلومة خاطئة، بس بتصير جزء من التراث تبعنا من معلوماتنا، وهي بتكون معلومة خاطئة. وطبعا مثل ما سمعنا من البعض إنه بتصير يعني هلأ قالوا لي إياها معناتها صح، مو معناتها غلط أبدا.
الإعلام لازم نحن نكون ناقدين حتى للإعلام، إنه لما سمعت خبر فتبينوه، يعني لازم إنه أنا سمعت هالخبر أتأكد منه، أتأكد من صحته قبل ما أتناقله، وقبل ما أعيده، قبل ما أعمل له كوت وإنه له من هون لهون يطلع له شيء قصة عن لساني خاطئة. طبعاً التلفزيون وسيلة إعلامية هامة جداً، ولازم اللي يستلمها يكون إنسان بيحترم نفسه وبيخاف من ربه، لأنه كل شغلة بده يحطها مهما كانت هو مسؤول عن تدمير عقول بشرية كبيرة، عدد كبير كلهم مسؤولين برقبته، بس كمان نحن مسؤولين من حالنا، إذا شغلة ما عجبتنا منطفي ومندير وجهنا ما نسمع هالترهات اللي عم بتنقال. بس كمان بنفس الوقت البرامج اللي بتنوضع، مثلا طلبنا انه دخيلكم ركزونا على المخدرات، ركزونا على المسكرات، ركزونا على الأراجيل مثلا، بنحط عيوبها، بس ما بدنا نعمل برامج طويلة يمل منا المشاهد. بعدين الشباب ما بيحبوا هالبرامج الطويلة، بيعتبروها محاضرة غليظة مملة، بدها تكون ومضات، نفحات، صورة بالشارع، هدول اللوحات الإعلامية اللي بتعطي هيك ومضات بتقول الإدمان خطر تجنبه، هالشغلة خطرة تجنبها، يعني بتطلع هو واقف على الشارة الضوئية طلعت له نبهت بمخه شيء، هذا نداء للعقل الباطن لحتى يتنبه لأمور خطيرة نحن بدنا نحتمي منها. هلأ العدو بيقدر يحط سمومه وأفكاره بهذه الطريقة، بيحاكي العقل الباطن، بيضل يعطيه فكرة، بيضل يعطيه فكرة حتى تصير إيمان، جزء تحت جلده بقى من إيمانه. بالسوبر ماركت بأوروبا بيحطوا إنه هذا سرقة لا تقارشها، هذا سرقة لا تقارشها، المحل مراقب بالكاميرات، محل مراقب بالكاميرات، هي بتضل بتطلع هيك رايحة جاي قدام منه، بيصير بالشعور بالعقل الباطن هو مراقب. فكيف مراقبة الله؟ يعني الشغلة كتير سهلة، بس تذكير تذكير إنه يدير باله، دير بالك دير بالك، بيصير أحسن وعي. هذا إذا حكينا عن التلفزيون. إذا حكينا عن الإعلام، الإعلام المجلات والجرائد كمان بيقدروا يعرضوا فيها قصص، بيقدروا يعرضوا فيها مناقشات دول أوروبا شلون عملت مشان تخلص من المخدرات، بس هاتوا مين يقرأ؟ نحن اعتراضنا أنه ما في قراءة، كمان بدنا نشجع القراءة لحتى نصل لها المواضيع. آخر شيء الإذاعة، الإذاعة نفس الشيء، الإذاعة هي أكثر مدى وأكثر تأثير، لأنه بالسيارة شوفير التاكسي، التلفزيونات، الراديويات مفتوحة، إذا كل شوي بتطلع ملاحظة، بتطلع فكرة، بتذكرة إلى آخره، هدول الشغلات بتضل تحكوش بباله للواحد، فبيضل كل ما إجا لي يفكر تفكير بيتذكر هالملاحظة، بيتذكر هالفكرة، يعني لو سؤال فحص كان حفظه، حتى ما بده يحفظ كان بيحفظه بقى بهذه الطريقة. فلازم نكرس الإعلام بكل الطرق إنه يتنبه وينبه المواطنين. ملاحظة صغيرة، فكرة صغيرة، أنا حكيت عن مرض إنتاني قامت الدنيا ما قعدت، وهي ملاحظة على وسيلة من وسائل التواصل، وأنا عجبتني، أنا ما زعلت أبداً أنه كل العالم دريو، لأنه خلتني أشعر أنه نحن معنا أقوى سلاح ننبه بعضنا فيه لأي خطر قادم علينا. بتأمل من الله أنه إيدينا كلها ممدودة لبعض، وأنا بحبكم كتير. في ملاحظة صغيرة بدي أقولها، الشاب اللي قدم قال تيد وشرح شو تيد، أنا بدي أقول إنه أنا أنتمي لتيد، يعني كل واحد فينا في تيد، تيد يعني تندر، وإي يعني شو بدك تسميها، إنرجيتك دكتور، فهذا تي إي دي.